كيف المظاهرة اليوم؟ زي الفل، ستة بدات الصبح. روح زعم؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا. كدزي في بيبي ستر، الأخ أو الأخت اللي معها أطفال صغار لو سمحتوا في بيبي ستر موجود بليز. استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا، إحنا كنا من بداية شهر رمضان كنا متفقين إن عندنا في الشباب من سن 12 سنة إلى 18 سنة بيصلوا في الدور الأسفل مع براذر رشيد اللي هو مسؤول الشباب في شهر رمضان. إحنا معنا في أخ مكلف مسؤول الشباب في شهر رمضان. هذا الأخ عمل مع الناس، من نزل منهم في الطابق الأسفل كان له برنامج خاص حيتحدث عنه بكرة إن شاء الله رب العالمين، يحكي لكم ماذا فعل، ماذا قدم المركز وماذا قدم مسؤول الشباب في رمضان لأبنائنا وأبناء حضراتكم في خلال هذا الشهر الذي أسأل الله أن يتقبل إن شاء الله رب العالمين. مش كل الناس نزلت تحت، مش كل أولادنا نزلوا تحت، في بعض الأباء عاوز ابنه جنبه تشكي ما فيش مشاكل، وإن كان هذا خطأ يعني المفروض نحن نلتزم بالبروغرام اللي عامله المسجد، عامل لسن معين وتثق في إخوانك اللي في المسجد وفي المجموعة اللي بتدير العمل إن شاء الله. المهم، فعشان في مجموعة ما بتنزلش، الأخ عندنا أعمال حنعملها في الصيف، في عندنا سمر، في عندنا حفلات، في عندنا بروجرام تاني، في عندنا محاضرات، في عندنا ضيوف، في عندنا ألعاب، كيف نتواصل مع أولادكم وما نزلوش تحت؟ فما معناش قاعدة بيانات لأولاد حضراتكم ولا البنات، لا معنا الأسماء بتاعتهم ولا معنا تلفوناتهم ولا الإيميلات. فإحنا دلوقتي أخونا رشيد هيوزع ورقة سريعة على السن، أخونا رشيد مسؤول الشباب في شهر رمضان جزاه الله خير موجود معنا على السن اللي هو من 12 إلى 18. أرجو إن احنا نملأ البيانات شبابنا، الاسم، التليفون، أو لو أمكن الإيميل كمان سريعا دلوقتي، على أساس إن احنا نستطيع نبلغ حضراتكم بالمواعيد وبالأعمال بتاعتنا اللي بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين. أخ رشيد لو تحب تقول الكلمتين دول. وأخونا رشيد إن شاء الله بكرة سوف يلقي كلمة عن إنجازات شهر رمضان وماذا فعل مع الشباب إن شاء الله. السلام عليكم. Usually when a person stand here, everybody is thinking just about fundraising. I'm going to do fundraising, but it's going to be reversed. We, the ICUC, are going to give you something. We're going to give you service. Not for you as an adult, but for your kids. So as the Sheikh said, from 12 to 20, I'm going to add 2 years, sorry. So we need them. So we have a program, inshallah. This year it was a little bit tight. We said just, I got contacted just before Ramadan. But inshallah ta'ala, our hope and our vision for next year. And the year it's 12 months, so inshallah ta'ala we're gonna have a lot to do. So for this, I need your help, please. If you can fill up this information, it's easy. First, last name, phone number,
and the email address and the grade. Is he in 12, whatever the grade is he? And inshallah, we're going to start from there. So the paper is here. If you, someone, you're going to, I mean, so inshallah, you're going to be with Abu Samir in the office to fill up the application. بليز يا إخوة جزاكم الله خير. أرجو الإخوة والأخوات بالله عليكم حتى نستطيع أن نتواصل. إخواننا إخواننا أخواتنا 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 عندنا, إحنا عندنا ثلاث صلات تراويح في ثلاث صلات. ماذا نفعل؟ نعمل أربعة في بيبي ستر, في أخ مسؤول شباب تحت, في مصلى للرجال. بليز ما ينفعش, لا يجوز رفع صوته في المسجد حتى الرجال, فما بالكم بالنساء؟ بالعكس, احنا في المسجد سو ايزي, يعني احنا ما بنعملش, بنقول احنا يعني ده احنا فاتحينها خالص, يعني النساء بيصلوا معنا في المسجد واحنا ميسرين في الدين, لكن لا ترتفع صوت المراه حتى يصل الامام, هذا لا يجوز. الاخت اللي صوتها يوصل لحد الامام هذه اثمت. نحن لا نقول ان صوت المراه عوره, لكن اذا كان الصوت يصل من اخر المسجد الى الامام فهذا لا يجوز, مع احترامي, حتى لو كانت الاخت بتنصح وحتى لو كانت تقرا القران. فبالله عليكم نحن في اخر ليله فرديه, اسال ان يتقبل, فليتحمل بعضنا بعضا في لحظات ودقائق وينتهي رمضان وينتهي الزحام. اتمنى نحن نتزحم دوما ان شاء الله رب العالمين. فبالله عليكم يعني لينوا في يد اخوانكم, نقبل بعضنا البعض ان شاء الله رب العالمين. واخواننا في الاداره ربنا يعينهم ويقويهم في برنامج ان شاء الله رمضان القادم يكون العمليات اتسعت اكثر, يكون وسعوا اكثر في المسجد, توسيع افقي وتوسيع راسي ان شاء الله رب العالمين. ربنا يتقبل من الجميع. عاوزين نتعاون ونتكاتف في خصوص موضوع برنامج الشباب, أؤكد عليه الليلة وغدا. إخواننا وأخواتنا بيأكدوا, يا شيخ أولادنا بناتنا, يا شيخ هات اسم بناتك هات اسم أولادك سجلوا معانا. إحنا بدأنا نتعامل وكنا تواعدنا إحنا هنبدأ من 1/9 سبتمبر فرست, إحنا بدأنا الحمد لله من أول رمضان بدأنا نشتغل, فنتعاون مع بعض ونتكاتف حتى ينجح العمل إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ونوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. موجود الأخ الإسلام في نص التراويح ولا الآن؟ هل هو قريب أم بعيد الآن؟ في أخ يتمنى أن يعلن إسلامه في وسط إخوانه ويدعو له إن شاء الله رب العالمين. حاضر. نعم؟ هو موجود الآن؟ طب على ما صلى 4 ركعات يدخل ماشي إن شاء الله, صلاة القيامة إن شاء الله. استقيموا ارحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, غافر الذنب وقابل التوب, شديد العقاب ذي الطول, لا إله إلا هو إليه المصير,
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا
وقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة أذكر حضراتكم جزاك الله خير. ترانسليت نزباك إن شاء الله. براذر أحمد البنا ترانسليت جزاك الله خير. ترانسليت نزباك إن شاء الله. يا هو أخ والأخت الحي على الإسلام رجل ولا امرأة؟ رجل. طيب هي تفضل. أنا في أخوات بيشاوروا لي، في إخوة بيتكلموا، مش عارف مين، يعني حد يقول لي راجل ولا امرأة أو واحد فقط يتكلم. الله يخليكم. أذكر إخواني قبل أن نبدأ في المحاضرة، معنا ضيف اليوم لست أنا المتحدث. أذكر إخواني بأن هذه ليلة 29، هذه آخر ليلة فردية في العشر الأواخر من رمضان، آخر ليلة فردية، ونتمنى فيها الاجتهاد والحرص على بلوغ ليلة القدر. قد تكون هي الليلة، الله أعلم، maybe تكون هذه ليلة القدر ولا تدري أين الخير، فنجتهد إن شاء الله رب العالمين، فنجتهد لعلها تكون هذه ليلة القدر إن شاء الله. أيضا عندنا اليوم، مش فاكر فين أخونا الدكتور مصطفى، لكن مش مشكل، معنا اليوم ضيف سوف يصلي بنا صلاة التهجد، اسمه الشيخ معاذ من المغرب. هو أول العالم الإسلامي عندما كان طفلا في 11 من عمره، معذرة، ثاني العالم الإسلامي، كان الأول سعودي والثاني كان مغربي. معاذ هذا شاب الآن كان طفلا صغيرا من 11 سنة، كان أول عالم إسلامي، سوف يصلي بنا اليوم صلاة التهجد إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة. هو من أندى الأصوات ويقرأ قراءة ورش، أكرمنا الله به في هذه الليلة، يصلي بنا إماما في صلاة التهجد إن شاء الله. فأرجو نحن ما نحرم أنفسنا. حاضر
أخي أكمل الكلمة. حاضر 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 والله. أرجو نحن ما نحرم أنفسنا من سماع الأخ ثاني العالم الإسلامي الشيخ معاذ، أيضا مع أخونا الشيخ محمد، الاثنين بيقرأوا قراءة ورش نستمتع بهما في آخر ليلة فردية قد تكون هي ليلة القدر. ما أنسى أن أقول لكم سروري وسعادتي البالغة أن هذا المسجد كما قلت من أول رمضان حقيقة هو يمتلئ من أول ليلة إلى آخر ليلة. هذا ما رأيته، أنا أتواصل مع كل الخطباء ومع كل الأئمة، ما رأيت ذلك إلا في هذه الجالية المباركة، أسأل الله أن يبارك إن شاء الله. من أول يوم إلى آخر يوم، من أول يوم إلى آخر يوم، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، في صلاة التهجد، بارك الله لكم وحفظكم الله، ستركم الله، ربنا يتقبل إن شاء الله رب العالمين. معنا أخ اليوم حيعلن إسلامه إن شاء الله رب العالمين، ولما معنا أخ بيعلن إسلامه إحنا بنحضر، والله سبحانه وتعالى بيبعث مندوبين يحضروا. في مندوبين هيحضروا عشان يحضروا إشهار إسلام. معنى مندوبين يعني ملائكة، يعني سيدنا جبريل. يبقى إحنا الليلة عملنا كده أوردر للملائكة حييجوا يحضروا معنا. بس هو اللي حيعلن الإسلام. يا الله يكرمك. فإحنا معنا لله دي سيدنا جبريل نازل يحضر الموضوع ده، والملائكة يرفعوا تقرير لرب العزة، وحضراتكم موجودين، فحنركز في الدعاء في هذه اللحظات المباركة إن شاء الله رب العالمين. هو بس يا اخي احمد لو هو قلت خليته اساله من فين. يا سلام ان شاء الله اوريدي هيك خلي بقى رد معايا خالص اند يو جن ريبيت وذ هيم اوكي ان شاء الله ريبيت ان عربي اند ذن وي كان دو ات ان انجلش اوكي. انا بعد ما اخلص الترجمه حضرتك بعد ما اخلص الترجمه يس 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 سيب ليس أشهد أشهد ألا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله تكبير تكبير تكبير. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. واجعله وزوجه وولده من الراشدين. اللهم اربط على قلبه برباط الإيمان، وثبت قلبه برباط التوحيد، واجعله من عبادك المخلصين. اللهم بارك له في زوجه وولده. اللهم بارك له في زوجه وولده، وحبب إليهم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعله من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعله من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل هذه بداية خير له ولنا أجمعين. اللهم اكتب له الليلة براءة من النار. اللهم بلغه أجر ليلة القدر. اللهم اكتبه من عبادك الصالحين. اللهم زد به الإسلام عزا وهدى. اللهم أعز به الإسلام. اللهم أعز به الإسلام وأعزه بالإسلام يا رب العالمين. اللهم نسألك بحق حضور هذا الجديد أن تشفع لنا أجمعين. اللهم بحق حضور هذا المسلم الجديد اغفر لنا أجمعين. اللهم اكتبنا وإياه من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا وإياه من عتقائك من النار. اللهم إنا نستبشر بهذا الجديد في هذه الليلة المباركة أن تكتبنا جميعا من الأبرار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر. اللهم اجعلنا وإياه من المقبولين، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور. اللهم نسألك نظرة من وجهك الكريم الآن إلينا. اللهم نسألك نظرة من وجهك الكريم الآن إلينا. اللهم نسألك نظرة من وجهك الكريم الآن إلينا، تغفر بها ذنبنا، وتستر بها عيبنا، وتصلح بها حالنا، وتفرج بها كربنا، وتعلي بها شأننا، وتنصر بها ديننا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. Isa is the prophet of Allah, and he is nor the son or the father nor the Holy Spirit, inshallah. And just
will come to Islam, brother. Yeah. As simple as that. والله يا إخوة، والله والله يشهد الله على ما أقول، كأني أرى الملائكة الآن وسطكم وبينكم، والله على ما أقول شهيد، والله كأني أراها الآن في وسط الرجال وفي وسط النساء، لعلها ليلة القدر. والله ما أكتمكم سرا، وكما قال النبي إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله غيره أرى الآن أني أرى الملائكة وسط الرجال والنساء. كبروا كبروا كبروا، نسأل الله لي ولكم القبول إن شاء الله رب العالمين. الأخ الصغير هو أوريدي مسلم، مش كيف محمد؟ أخ محمد ابنه الحمد لله مسلم، يعني إن شاء الله رب العالمين، ربنا يتقبل إن شاء الله. جزاكم الله خير. معنا برضو في سيارة النهاردة. Brothers, is a Acura Silver E16DTW, BMW also silver, start with C29BND. Please move its plug in the way. It's in the back. Please, next to the garbage and the emergency stopping area. Please move your car, BMW and Acura. جزاكم خير. يحضرنا اليوم أخ فاضل وشيخ جليل وداعية كبير سبقنا في العمل الإسلامي في أمريكا، وخصوصا في منطقة جيرسي سيتي حيث بدأ العمل فيها كما سمعت، ولم أشرف برؤيته إلا الآن لكني سمعت صدى صوته كثيرا. معنا أخونا الفاضل الدكتور الطبيب إبراهيم بوكر، الذي أسس مراكز إسلامية كثيرة وليس مركزا واحدا، كم أسس من المراكز، أمثلة مركز السلام، مسجد الأمان، وأمثلة كثيرة من المراكز الإسلامية. أسأل الله أن ينفعنا بعلمه وبحضوره. أشكر لك يا دكتور حضورك، تفضل حضرتك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق. وأحمده سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا على أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بعد هذه اللحظات التي مرت بنا ورأينا فيها نعمة الله سبحانه وتعالى على أخينا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى إلى دين الحق، يصعب بعد ذلك الانتقال من هذا الجو إلى جو آخر الذي تعودت عليه، وهو جو المصارحة، جو محاسبة النفس. عادة نرتاح للأجواء الروحانية المليئة بالأمل، ولكن نحتاج إلى وقفات. العبادة مربوطة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي أحد أن يدعي أنه عبد الله أفضل مما عبد محمد صلى الله عليه وسلم، أو بأي طريقة أفضل وأكمل مما عبد محمد صلى الله عليه وسلم. دون شك أنكم ترون كل سنة أن المساجد في رمضان وخصوصاً ليلة 27 ممتلئة، ومشاكل في وجود أماكن لوقوف السيارات ومكتظة في رمضان. أمر جميل ومفرح، وأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يتقبل كل
من دعا بخير في هذه الأيام وكل من صام وقام في هذه الأيام. الكل ماذا هدفه في حضور المساجد في رمضان بهذه الأعداد الكثيفة؟ هناك من لا يرى المسجد إلا في هذا الشهر أو في هذه في ليلة 27، هو الدعاء وطلب المغفرة. فإن داب من باب أولى أن نعرف الموانع التي تحول دون قبول هذا الجهد حتى نتجنبه. يعني إذا دخلت الامتحان وقيل لك أن الكتابة في ورقة الامتحان بالحبر الأحمر صفر، فلو أنت عاندت ودخلت وكتبت المعلومات صح ولكنها بالحبر الأحمر، ما هي نتيجتك؟ لأنك تجاهلت المانع. فأحاول حتى لا نأخذ وقتا من تهجدكم وعبادتكم أن نذكر بعض الموانع حتى نراجع أنفسنا عليها. قال معاذ: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في العشر الأواخر، فقال: كنت خرجتكم لأخبركم بها لليلة القدر، فوجدت فلان وفلان يتلاحيا. يتلاحي يعني يا إما يتخاصم أو بصوت مرتفع، يا خصام كان بصوت مرتفع في المسجد، فرفعت: ولعله خير لكم فتحروها في العشر الأواخر من رمضان. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكان حنأتيها بعدين اعتكافه، لا يخرج إلا الضرورة وأمر مهم، فكان ليخبرهم بليلة القدر التي لا نعرف وقتها. فوجد اثنين في المسجد صوتهم مرتفع وفي خصومة، فقيل فارتفعت، فقيل إما الرفع بموعدها أو رفعت بركتها. فإذا نأخذ منها شيئين: الخصومة، وحنأتيها في مكان آخر ما بين المسلمين، وهذه لها دليل آخر اللي هو في تفسير في أول سورة الحجرات، لما كان سيدنا أبو الخيرين عمر وأبو بكر قال: ما أردت إلا خلافي. وفي واقع أخرى لما كان جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر والنبي موجود صلى الله عليه وسلم فأطال الكلام، فلما رد أبو بكر انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أوجدت علي يا رسول الله؟ قال: لما كان هو، يعني معنى الحديث، يعني يخاصمك وأنت ساكت، كانت الملائكة تدافع عنك، فلما رددت جاء الشيطان فأنا لا أكون في مكان فيه الشيطان. فالمسجد يجب أن يكون مكان للعبادة والخشوع، خصوصا إذا وجد من يتعبد في المسجد بقراءة قرآن أو صلاة. الأمر الثاني الخصومة، ولها موضوع آخر. فإذا أردنا أن يقبل بركة ليلة القدر نتجنب المشوشات بأنواعها في المساجد. الأمور الأخرى، هذه من الأعمال الطاعات، من الأعمال التي ترفع لله سبحانه وتعالى. فقال في معنى حديث آخر أن ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا لما يكون ناس متشاجرين، فقال: انظروا هؤلاء حتى يتصالحا. يعني هذا المجهود والعبادة والقيام إذا وجد تشاحم بين المسلمين وخصومة فلا يرفع هذا العمل الصالح ولا ترفع هذه الدعوات. هذا جانب. الجانب الآخر للذي كان يدعو: يا الله يا الله، وما أكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، أنى يستجاب له؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة. فعندما نريد أن نأتي للمسجد ونقيم ونتهجد وندعو، لابد أن ننظف أنفسنا من هذه الموانع، من هذه المعوقات. فلتكن فرصة أن نراجع أنفسنا. إذا كان أكلنا أكل حرام نبتعد عنه، وإذا مشرب حرام نبتعد عنه. فهنا تنتفي الموانع ونأتي إلى الله بقلوب نظيفة سليمة.
الأمر الأخير يمكن في هذه العجالة، وهو العمل كما ذكرنا يجب أن يكون كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الناس بتحرص على الصلاة في المسجد، لماذا؟ يعني أنت جاي في المسجد، الزحمة هذه الموجودة في المساجد ربنا يبارك فيها، سببين بيحصلوا، الغالبية بتيجي صلاة العشاء والتراويح، وفيه اللي مش مهم يفوتوا ركعات العشاء يجي على التراويح. يعني المشي لفين؟ زحمة المساجد لصلاة إيش؟ التراويح. طيب محمد صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة سماها صلاة التراويح، هل كان هناك في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر صلاة يجمع لها الناس ويأتوا كلهم اسمها صلاة التراويح؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أظن 3 مرات وانقطع، ولم تحصل في عهد سيدنا أبو بكر. وسيدنا عمر وجدهم دخل المسجد وجد مجموعات كل مجموعة لها إمام، فخاف أن يشوشوا بعض فجمعهم على أبي بن كعب يصلي بهم حتى يشوش، وهو لم يصلي معهم التراويح. لا يعني هذا أن صلاة التراويح غير مهمة الآن، لأن أقروها الصحابة وصلوا بها، وعند المالكية مثلا أنها في البيت أفضل من في المسجد، والسنن عموما أفضل في البيوت من المساجد. وصلاة العشاء وصلاة المغرب ماذا علمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كان يؤتى بالرجل من شدة المرض يتهادى بين الرجلين، من شدة المرض مش قادر يوقف، حتى يوضع في الصف الصلاة ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولما جاء الأعمى يستعدن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته لأن لا يوجد من يقوده والطرق مش معبدة زي الآن، فأذن له، ولما ذهب طلبه الرسول مرة أخرى، قال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أستطيع أن آذن لك. فهل عبادتنا أننا نجتمع في التراويح بالأعداد المكتظة ولن تجد أحدا؟ هو العشاء نفس العشاء متاع اليوم واللي بعد أسبوع حيكون. فإذا أردنا أعمالنا أن تقبل وأن يستجاب دعاءنا، يجب أن نراجع أنفسنا، أن نعبد الله كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما نقلد فيه بعضنا. جميل أن تمتلئ المساجد في التراويح، ولكن لا تنقلب الآية، يجب أن يكون الحرص على الفرائض في مساجد للقادر على ذلك أكثر. والذي يستطيع أن يأتي 30 يوم للتراويح لا أظن أنه حيعجز بعد رمضان، ومش حيقدر يجي في أوقات لا يستطيع. فسامحوني إذا كان ذلك الجو الروحاني الجميل والملائكة وكذا، حتى أصارح نفسي وأصارحكم، لأن الكثير يستغرب أن حال المسلمين هذا في أيام بصورة لا يوجد ما يكفي من الألم للتعبير عليها. ليس يتخاصمان فترفع بركة ليلة القدر، وإنما في هذه اللحظة في بلاد المسلمين ليس اليهود يتحاربون ويقتلون الفلسطينيين فقط، ولكن المسلمين في البلد الواحد بالدين الواحد، كل يكبر لقتل أخيه وكل له شيخ يفتيه، ونستغرب لماذا لا يستجاب الدعاء. إذا تلاحيا تخاصم بس لصلاة القيام وصلت حاجة. الآن المسلمين اللي مش لاقي حد يتخاصم معاه يتخاصم مع نفسه. فسامحوني يا إخواننا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى طريق الصواب، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يوفقنا لعبادته كما يحب هو ويرضى، وأن يخلصنا من النفاق والشقاق، وأن يجمع كلمتنا على الإخلاص، وأن يتقبل أعمالنا الصالحة ويغفر لنا ما قصرنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استقيموا يرحمكم الله، استووا، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نصلي ركعتين الشفع إن شاء الله تو ركعة شفع إن شاء الله وتر إن شاء الله أفطر تهجد إن شاء الله وتر إن شاء الله تو 45 إن شاء الله تو ركعة شفع إن شاء الله دعاء إن شاء الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا في الأولين، وصل عليه في الآخرين، صل عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أدخلنا مدخله وارزقنا شفاعته وأكرمنا زيارته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وتول أمرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من آذانا، وانصرنا على من قتلنا، وانصرنا على من حاصر أهلنا، وانصرنا على من شرد جمعنا، وانصرنا على من شتت شملنا، وانصرنا على من قطع أرحامنا، وانصرنا على من سجن إخواننا، وانصرنا على من قيد حريتنا، وانصرنا على من استباح دماءنا، وانصرنا على من أفسد بلادنا، وانصرنا على من نهب ثرواتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا الليلة جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر،
اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا أجرها وبلغنا ثوابها وبلغنا فضلها وبلغنا عتقها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وتجاوز على ما كان فيه من التقصير. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا واعتكافنا ودعاءنا. اللهم وفقنا على إزالة موانع استجابة الدعوات، واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، ولا تجعل هذا آخر عهدنا بالصيام. اللهم بلغنا رمضان العام القادم، اللهم بلغنا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم عليك بمن بغى علينا، اللهم اجمع كلمة المسلمين وارفع راية المسلمين وفك الحصار عن المحاصرين. اللهم كن لأهلنا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع رايتهم ودافع أنت عنهم. اللهم إن الناس قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغيره لما يرضيك. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء فانصرهم، اللهم انصرهم وارفع شأنهم وقو شوكتهم وسدد رميتهم، وعليك بمن بغى عليهم، انصر من نصرهم وأيد من أيدهم واخذل من خذلهم وحاصر من حاصرهم وشرد من شردهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واستر بنات المسلمين، وصن عورات المسلمين. اللهم ارزق بنات المسلمين أزواجا صالحين، وارزق أبناء المسلمين زوجات صالحات، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك أبناءنا في هذا البلد فاحفظهم بحفظك. اللهم إنا نستودعك أولادنا في هذا البلد فاحفظهم بحفظك، واشملهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. احفظ أولادنا ونحن معهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا مصطفى موجود؟ أخونا مصطفى؟ دكتور مصطفى موجود؟ طيب تفضل أخونا. One second please, one second. أؤكد على حضراتكم بس أخونا مصطفى يبلغنا بخصوص أخونا معاذ كلمة سريعة. التهجد إن شاء الله start 1 o'clock إن شاء الله today, يعني ليلة دي ليلة فردية نحسبها ليلة القدر. وشخصيا أنا أرى أستبشر خيرا كثيرا إن شاء الله رب العالمين. شكر الله أخونا الدكتور إبراهيم بوكر في هذه الكلمات المؤثرة التي مست الواقع. كلمة أخيرة, كلمة أخيرة برضا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله tonight we're going to be visited by a very famous sheikh from Morocco. His name is Mu'adh Al-Khalti. He is, as you call it, a Quran prodigy. I think he has memorized the Quran when he was 7 years old. By the time he was 12 or 13 years old, he had competed in the worldwide contest for the Quran in Mecca, and he has placed second. I've heard him recite and lead the Salah when he was about maybe 13 years old. Sheikh Mu'adh can recite in different recitations. He can read Warsh, he can read Hafs, he can read, I believe, if I'm not mistaken, about 5 different recitations. He's a solid reciter, and inshallah ta'ala, we're going to be blessed by him visiting us today for Salat al-Tahajjud. So we ask you to come and, you know, give yourself the opportunity to really listen to this Shaykh, because he is well known, and, you know, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us this month, so that Ramadan this month and this masjid has a little different flavor than last year. We were blessed by Sheikh Muhammad, who had came for us for Salat Tahajjud, and Allah subhanahu wa ta'ala also blessed us with Sheikh Faisal Al-Labban, who has left to his country yesterday. And to increase us, Allah subhanahu wa ta'ala has made it possible for this Sheikh Mu'adh to be visiting us tonight. So I'd ask you really to come and give yourself the opportunity to listen to him. جزاكم الله خير, نتمنى نراكم ان شاء الله الساعة الواحدة ان شاء الله, وانا كلاك صار التهجد ان شاء الله. جزاكم الله خير, تقبل الله منكم ان شاء الله رب العالمين. شكر الله لكم ان شاء الله. لا تنسوا زكاة الفطر ان شاء الله, لا تنسوا زكاة الفطر $10 في البكس ده موجود ان شاء الله رب العالمين.